Hello, it's me. Yeah, it's me. Abbas Ajaster Al-Muti Jafar from Australia, Sydney. I was here about 10 days. Arabic, شوي أحكي عربي. I miss you Adele. A bit. I miss you ريان, شادي ناشر. إن شاء الله تكون مبلت ماي. هيك بيناكتو كتير بحبوك هون عادل. لازم تيجي لهون, في كتير كنغرويات بيقعدوا بيناتنكو all the time. وفي هذا الواكي واكي يلي بينام, سوري نيم واكي واكي طوالة طوالة, ما في كي بقلبه. اوكي كتير منيح. وليا شو عم تعمل انت على الصح؟ روح عدوشو. بما انه قاعد يا حبيب القلب, انا هون عيالة نفسي سفير لبنان باستراليا. خليني بلش شوف مشاكل الجالي شو هي. وبما انه عنا عيد الاستقلال, رح خلي كل العالم تقولنا هابي اندبندنس داي ب 22 نوفمبر, يعني اليوم ماشي, عشان ما تقولوا قاعد بلا شغل ما عم يشتغل شيء بس عم يقبض. عدول إبرامة الدنيا عالم لبنان بأستراليا ما لقيت, مع إنه كل لبنان بأستراليا. هذا عالم معلق هون, رح ياخذوا فرق. يتمنوننا شيء عن الاندبندنت, يعني الاستقلال. فهلا هن بتمنوا فهم انا اي ولا شيء, بس رح يقولوا اللي انا حاطني اياه. ستارت يو كان ستارت هابي اندبندنس داي. لبنان شكايا 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 فام نيسيا هابي اندبندنس داي عادل. بدي اقول لك انه هون العالم كثير بتحبك, سالوني عنك مش مره واثنين وثلاثه, لا سالوني عنك شي 1000 مره. ما حدا حكاني عن عدال ولا جاب سيرتك, ما بعرف ليش. وجابوا ذكروك, هي ريان ذكروك انت وشادي وسلمان واديب. بيقولوا انه حاجه تعيط على العالم انت وهذا بتزدقي. عباس اجت احسن على موسي جعفر فروم استراليا سيدني. لا فضحك.